الإبداع كان على مدى السنوات الماضية البوصلة لكتير من الشخصيات يلي قدرت تترك أثر مهم بمجاله، وللمبدع بقلب محافظة حلب حصة كبيرة من التقدير. هذا الشيء تحقق عبر تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية، الرياضية، الفنية ضمن نادي الجلاء الرياضي بمدينة حلب. الرياضة الحلبية هي دعامة أساسية للرياضة السورية، وبالتالي نحن اليوم موجودين لحتى نأكد بأنه يجب أن تعود الرياضة كما كانت في حلب. وأكبر دليل اليوم قمنا بزيارة لكل الأندية ومنها نادي الجلاء اليوم لهذه الاحتفالية. ما قبل سنة كان بواقع مختلف تماما، اليوم عم نشوف هذه الاحتفالية لتكريم رياضيين وفنانين وفعاليات اجتماعية. الهدف إنساني، نستذكر الجيل القديم، جيل الذهب اللي لعب بدون مقابل ولم يأخذ شيء. هذا الجيل يستحق منا كل المحبة والتقدير والاحترام والوفاء. تواجدنا حتى نكون مع أهل حلب ومع نجومنا من حلب وبجميع المحافظات حتى نكمل هالحرص هذا اللي بنفتخر فيه ومفتخر بمدينة حلب. اليوم عندما يكون هناك تكريم في حلب ليس فقط هذا النوع من الفعاليات هو فقط حكراً على العاصمة دمشق. اليوم في حلب كل من جاء إلى حلب لم يأتي فقط مكرماً، وإنما جاء من أجل أن يرى كيف أصبحت حلب، كيف تطورت الحياة الاجتماعية في حلب. هو تكريم كتير بيزيدني إصرار لمتابعة المسيرة الإعلامية للفترة القادمة. إن شاء الله بنكون أفضل، بنوعد كل جمهورنا أنه حيكون في شيء أفضل لقدام بإذن الله. أنا كثير بتعني لي مدينة حلب، وأنا بحبها كثير، بحس هي مدينة مثل ما أنا بحبها هي بتحبني. انبسطت كثير إنه جيت رجعت شفتها. فنان قد ما كان آخذ اعترافات بضل التكريم بالنسبة له مثل واحد عم يمشي بالصحراء، والتكريم هو مي، يعني مثل شربة المي. يعني فما بالك إذا كان في مدينته، مدينة حلب، يعني مدينتي هي. بأجواء صدرت الموشحات والقدود الحلبية، شكل التكريم خطوة لتحفيز وتضافر الجهود نحو زيادة العمل وتحقيق الفعالية بكافة المجالات.